بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى الحبابي اللي تيشوفوا هذا الفيديو يكونوا بصحة جيدة، وربي يبعد منهم شر المرض. ربي سبحانه وتعالى قادر يبيتها بشان ورضى بشان، هو عادل مستشان. هذا الوباء إلا امتحان من عند الله سبحانه وتعالى باش أننا نراجعوا حساباتنا، أو نكونوا إيجابيين من هنا للمستقبل. ربي ما تحط شي حاجة إلا لها سبب ولها امتحان في الحياة. إذا احنا ما نقنطوش ما نيأسوش، ولابد غادي نتفائلوا. ديما نبقى نحط لكم الحنة حتى يحن الله، لأن احنا ما عندنا ما يدار، لأن عندنا غير الماكلة والشراب والنعاس والفياق، ولكن ما غاديش نكتئبوا، ما غاديش ندخلوا في اكتئاب، لان كل شيء بعض الاحيان الدراري تيتقلقوا والزوج يتقلق، كل شيء مقلق لانه محصور. ولكن هذه الحسره فيها غير الخير لنا، اللي غتكون ايجابيه من هنا للمستقبل ان شاء الله. احبابي في الله، نتمنى انني نكون خفيفه على بعض الناس، ونكون خفيفه في ديوركم، ونتشرف بكم الى دخلتوا القناة ودعمتوني. خليوا لي لايك، خليوا لي اشتراك باش انني نعرف راني غادا في الطريق مزيانة. اذا احبابي في الله، غادي ان شاء الله نديروا هذه الحنة اللي غادي نجذبوا بها القلوب، نجذبوا بها الخطاب، نجذبوا بها الحياة السعيدة. هذاك الوقت حطيت الحنة معطلة على حسب النت، ولكن اليوم حطيتها على حسب البنات اللي بغاو يديروها في الأسبوع الثاني ديال شهر شعبان، لأن شهر شعبان فيه غير البركة والنية الحسنة، ما فيش الأعمال السيئة، فيه غير الأعمال اللي تكون تتبشر بالخير. احنا بغينا نكونوا غير عندنا البشرة ديال الخير فقط، مادام نتوما مجموعين مع الأم ديالكم، مع الأخت ديالكم، كاينين الناس مجموعين في بيوتهم والبنات باقين بلا زواج. نحاولوا ندخلوا على أنفسنا غير السعادة، وربي غيجيب غير اللي فيها الخير. ما نفكروش بزاف في الموت، نفكروا في الخير، نفكروا نصدقوا، نفكروا أننا نديروا غير الخير، وربي راه غيجيب غير الخير. المهم إنسان يحسن راسو، وربي راه غيجيب غير اللي فيها الخير. اليوم الحنة ديال البنيات، ديال البنات اللي باغين يتزوجوا، والبنات اللي باغين الخير، ولاد ولا بنات، حتى الولاد يقدروا يديروها. الولاد توما يقدروا يحطوا شيء قليل في اليد ديالهم اليمنى ان شاء الله. هاد الحنة تكون حنة زوينة، بحال هادي راه حنة زوينة. وغادي ناخد ماء الزهر، ماء الزهر اللي عندها ماء الورد دير ماء الورد، على حسب كل واحد والقدرات ديالو، على حسب الا عندك ماء الزهر ديريه، عندك الماء ورد ديريه. المهم هي القراءه، عندك الريحه ديالك تهي نظيفه، لان الريحه ديال البنات تتبغي الريحه تكون زوينه وتيفرحوا بها الملائكه. اول حاجه غادي نحط هاد الحنه قبل ما تخلط، نصلي ركعتين وغادي ان شاء الله نحطها امام القبلة. غادي ان شاء الله ناخد الماء الزهر، انا غادي نخدمها بماء الزهر، خدمتها بماء الزهر، وغادي نقرا عليها سورة الملك. سورة الملك، نحل القنينة ونقرا عليها سورة الملك. قرعت المزهر، نقرا عليها سورة الملك، نحل القنينة ونقرا عليها سورة الملك وسورة الرحمن. بعد ما صليت ركعتين باش تكمل معايا الوصفة وتعطيني واحد الطاقة نورانية، وغادي ان شاء الله نقرأ عليها يا رحيم يا رحيم 100 مرة، يا رحيم يا رحيم يا رحيم. وغادي ان شاء الله نقرأ من بعد ما غادي نبدا نحني، غادي نقرأ هاد الدعاء اللي غادي نحطو لكم ان شاء الله في الوقت اللي تكوني تحني، غتكتبيه وتقرايه من الوقت اللي غتحني يدك بجوج اليمنيه واليسريه، ولو ديري شيء قليل بحال هكا، غتحطيها بحال هكا وانتي غادي ديري الدعاء. المهم غادي تخلطيها وغادي ان شاء الله ديري الدعاء ديالك.
هاد القنينة اللي قريتي عليها سورة الملك وسورة الرحمن، قريتي عليها يا رحيم، غادي نخلط بها الحنة وغيبقى النص ديالها عندك، تبقاي فيما مشيتي غادي تبقاي ترشي الوجه ديالك والصدر ديالك واليدين. أما الحنة ناخد القياس ديالها، وغادي ندير الدعاء ديالي. أول حاجة غادي نهز يدي ندير اليمنية واليسرية بحال، ندير جوج دويويرات، وحده في اليمين وحده في اليسار، لانني غنهز يدي الى السماء، غنهز يدي الى السماء ونقول اللهم اسالك خير هذا الشهر شعبان بفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، واعوذ بك من شر ما قبله وشر ما بعده وعظمته وطهارته. اللهم انت ربي، لا اله الا انت، لا إله إلا أنت، توكلت عليك وأنت رب العرش العظيم. أجلب لي نصيبي حلالا، تعززت برب العرش العظيم وبجبروته، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، وتوكلت على الله الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غادي الوقت اللي نهز يدي بجوج، غادي نقول هاد الدعاء، نكرره 3 مرات. اللهم أسألك خير هذا الشهر شعبان بفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما قبله وشر ما بعده وعظمته وطهارته. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، توكلت عليك وأنت رب العرش العظيم. أجلب لي نصيبي حلالا، تعززت برب العرش العظيم والجبروت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، وتوكلت على الله الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقريها 7 المرات وانتي هزي يدك إلى السماء، ونقول اللهم إني أسألك خير هذا الشهر شعبان بفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما قبله وشر ما بعده وعظمته وطهارته. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، توكلت عليك وأنت رب العرش العظيم. أجلب لي نصيبي حلالا، تعززت برب العرش العظيم والجبروت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، وتوكلت على الله الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله هتقولوها 7 المرات بعد ما قريت سورة الملك، بعد ما قريته. أول حاجة غادي تصلي وتذكر الله، غادي تحطوا الحنة وقرعة المزهر. من تحطوا قرعة المزهر غادي تقراو عليها سورة الملك وسورة الرحمن، وتقراو عليها يا رحيم. غادي تخلطوا الحنة، الماء اللي غيبقى عندكم باش خلطتوا الحنة غتبقاو عندكم طول العام، يبقى عندكم تخلطوه بالنص، ويبقى عندكم هذاك النص ديال المزهر، غادي تبقاو تخدموه ديما، ترشوا به الوجه ديالكم طول العام، لان قريتي عليه واحد الصور ديال الفرج بالنسبه للبنت اللي باغا تزوج. وبعد ما قريتي على الحنه ديالك، غادي تهزي الحنه ديالك، غادي تبيتيها في الليل بحال هكا، تبيتيها في الليل، ديري واحد البابي وتخليها تبيتيها بحال هكا، والصباح رباح، الوقت اللي تكرم غادي تهزي الحنة وغادي تحيديها وتلوحيها في تحت شجرة، ديري لها بحال هكا وتلوحيها تحت، راه زوين الحنة. غادي تشدي هاد الحنة، غادي تلوحيها تحت شجرة تكون زوينة. الناس اللي البنت اللي تخرج خرجات بأنها تقضي شي حاجة، تقدر ترميها حدا شي شجرة تكون زوينة، إلا ما كانش تبقى تحت الملابس ديالك حتى الوقت اللي تخرجي، ويحيد هاد الحصار أو يحيد هاد المشكل اللي كاين، ومن بعد لوحيها تحت الشجرة
ان شاء الله. اذا ما بقى لي غير نقول لكم المهم انا حنيت معكم. المهم ان شاء الله ديروا هاد الحنينه ديال شهر شعبان، السيمانه الثانيه ديال شعبان، باش تاخذوا طاقه نورانيه وتاخذوا طاقه ايجابيه. المهم هالحنه ديالكم حنيت معاكم، وان شاء الله غادي تحنيو وربي راه غادي يسهل الجميع. احبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا انكم ديروها، وحاولوا انكم تجذبوا طاقه نورانيه في شهر شعبان. ربي يكون معكم وربي يجيب التيسير يا ربي. ربي يصوب لكم والجميع المسلمين والمسلمات ويفرحكم ويعطيكم اللي في بالكم يا ربي. الى وصفه اخرى، حاولوا انكم تخليوا تعليق او تخليوا لايك او تدعموني باشتراك، ونتمنى انكم تعجبكم الوصفه ان شاء الله.